الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات صدني اللح إلى آيات كنتني الشن من سورة النمل. نبي الله سليمان قصديسي عجيب كاهيد هدهد باسو سهميي كبالي بلغي ساهيد ويمن بغر كاه وضد فربضان حكمته هدهد مركو أشياء نبي سليمان كبالي وحي لتشتي سراكي شيدي بي لتشتي إلا لبي يطبن كن أو جنرال أمسر قلب عيدا كيدا كهبقامين أيو مدول بكمانكم هبقامين أيو ayuu muujiyay inay dagaal la mayaan marka inay dagaal yaani diyaar yihiin iyadana ka warsadanayaan laakiin iyadu waxay garatay in aan nabi la dagaalami kareynay waxay go'aansatay marka inay bal hubsato nabi Suleyman inuu nabi yahay oo marka la isu dhiibi iyo inuu yahay boqor inuu yahay oo marka ay iska celin karto marka waxay ku hubisay oo u dirtay hadiyad bay u dirtay inni mursilatun ilayhim bihadiyya hadiyad baan u diray tiri فناذرة بلوان ايجي بيتي لوان كفكير بما يرجع المرسلون سلونتو حيلا سنقضا. فلما جاء مركو ايمد رسول كي اي صادر في سليمان سليمان مركو ايمد قال وحول اتمد دونني موحد اي زيادين ايسان بمال حوله ووحنا هنا ايساد وحكله ايقو سيدر ايساد فما اتاني الله الا وثو اسيبا خير كخير بدن مما اتاكم وحو ايدنك ايسيه نبي النمو يا ملكي يا تسخير دين يا انت اول حكمه بركان انت روح ما اهول بل انتم ملكو بهديه كنتكم هديه دينا تفرحون كفر عشان معنى ايدينكم كلا هديه كفر حق وادي يدونه اني كو كلمي هديه لو كان اقول ما بقول بهني هرتي بركان واحد غبدا سدت اي بالي تطفر بدن او غبدا يا ويلل يا ددكا واخا غامنيه منذر بن عمر نين اللي يراه oo yada qaraabadeeda ah yaa rasuulkeeda ahaa gabadha farabadan iyo wiilal farabadan markaa dharkii uu kala bedeshay baa la leeyahay bal inuu kala garto waxyaabo farabadan oo tacmiiman oo waysamata ay waa yani dadabooshay bal inuu kala garto aan rasuulkii wuxuu imanayaa markaa nabiyullaahi Suleyman buu iman Suleyman wuxuu leeyahay war waxaan aruuxaan u baahanay ma idinka malaha ku farxi lahaay waxaan adii keenaysaan waxaan oo kale anil la ii keenaa وهو البنا وقرته فلما جاء مركو ويمت رسولك اي قبضوا صادق عمر بن منذرها منذر بن عمر سليمان مركو ويمت قال وحول اتمدونني موحد السين ايسان و اي زيادين ايسان اي كردين ايسان بمالي موحد ايسان وحكا لا يقصي الدر ايسان فما اتاني الله الا وحو السيي يا خير كخير بدل مما اتاكم وحو السيي بل انتم ايدنكو تفرحون بهديتكم هدية دينا كفر حيسان إذن كهدية كفر حمانية هدية كفر حول وما بهني لأن أدون أنا أبو دين بعو ذا يدعبد وأن ذا يقال لماذا يشرك جوا حسن لا دجال الله معي حول الذنب بميهم أنتم إذن كتفرحون بهديتكم كفر عيا بدين كلاج مودين بكرد قال تاني بقى نبي الله سلمان رسولك حكوم يرجع النقاء إليهم قوم في قوم في النقاء بالغيسية ذات الحكومة يسي فلن أتينهم وأن أولى إيمانا إنه وأود يرجعين إلى بكرة جنتا بجنود علل لا قبل أود يسكعب لهم يجاين أسرنا بها علقة يسكعب كرام ولا نخرجنهم ونكسر منها سبب ونكسر بقالة يمنبا أدلة عليهم ود الليسن والحالم يقول الصاغرون أيد الليسين يقول آدد الليسن وحالهم بعد حالوين ينكسرين وهو علي وحلور أنا جو حنوك لأن لو مي مادين جنود ما صدّيارين هنا أرض ذي أشيك أو كنّا قا وليبا تلاوة القاضي دوننا وحويه وانقبسنا هنا جاب جودة بس جندي جا أنو بدفن ما أود وملها مقاومة يعني قبل مقابل كرام ويكمل تي كرام ما مقاومين كرام سيدا سوشيك بكوين بركة معناها أشيك بس ستون صو ما دهين كنّا قا علكا ثنا أنو بديار جريسنا هنا كنّا قا عدد وحصة تريسانو يرجعون نقا إليهم بالقيسة يدتك لتشوبي فلناتينهم حان أولئما بجنود علل لا قبل أودي إكعاب لهم إيقوا نصونا بالقسية ذات كذا بها علكا إكعاويا جنودا
ولو نخرجنهم وكسارنا منها أرض دي وكسارنا أرض اليمن أما مدينة دي ما أعرف وكسارنا أذلة حاليهم كود الليسن والحالهم يقولون الساخرون أي آذد الليسنهم. قال وحيري يا أيها الملأ جماعتني أيكم في نبا ياتيني إلي ما دبعتها كرسي وهدوك وينيدا كشيري قبل أن ياتوني إنتان إيمان المسلمين يقوى مسلمين وهو ينكي واو النقضي منذر بن عمرها قبل وحوشها حالة دي شرتي يوحى ماشا يالا يأود تالا يوشا غي مركا بلقيسة وحي كنت لقى شيء إني علكة دي كحيستو يسودي كتب النبي موسى أي لسو حاجيوتو مركا النبي سليمان أي لسو حاجيوتو النبي سليمان مركا ويسوك عدي سوك عدا مركا جينكي با ميل والبكا ورنما يهود باشي وغوهم ويسوك عدي علين تاليك بي وضطا مركا سوك دكتي وهو قادين يدوده ميلان ونيسو تيران يونبي سليمان يري كرسيكي يا إيكينا marka waxa la leeyahay kursiga sababta uu dalbaday waxa weeye inuu gabadha mucjiso tuso kursiga markay ka imaneysay todoba guri oo iska dul dhisan midba mid ka dul ku wareegsan yahay guriga uu hooseeyay ay gelisay todoba dibna dusha ka xidhay dad waardeyana way samaysay ilaaliya oo yaa loo dhawaani marka kursiga meesha ay gelisay markii meesha la soo haadiriyo inay garato mucjisada iyo tasarrufku sidoo yahay saas uu u diray ba la leeyahay وحكوا له كرسي قد البديع على ليه هاي اللي قبل ياتين المسلمين يقول هذي انتي ما دانا المسلمين نقدان كرسي كان وش على استي هذي المسلمين نقدان حلا هذا كم قادن كروا مسلمين حلا هذا عقب يقول يهين بكم ركاس كم قادن كرين تي قال لي ماذا كل شيء يعني لو كف عيد استو يدوني يا كرسي قاعد تقول له بكم الحرية أيها الملا وبكم سواء قدك هاي جماعة الحوج عليه في عنا أيكم في نبا ياتيني إلي ما دم عرشها arshigeedii ilay imaada qabla an yaatuuni intaanay iimanin intay iimaadeen ka hor weeyo muslimiin iyagoo muslimiina ila marka kaba qaadan kare qala wuxuu yidhi isriitun kumada xadago minal jinni ah oo khabiisa yaa wuxuu yidhi ana aniga atiika kuula imani bihi arshiga ana kuula iman qabla an taquuma intaadan ka kicin min maqaamika makaanu joogidaadan intaadan ka kicin wa inni aniguna alayhi ala hamlihi qaadidiisa soo xambaaridiisa la qawiyum وانا ودا حبانو لاهي امين الامن بانها وحيابها جوهرتي قلبك كنز وكسميتن يا وحبك خيال ماي امكينيا عفريت كاتي وحوها عفريت كوحا ليدا لقاهان المارد الخبيث كان حريص لاواه ومدحدك وخبيث كابا ليدا هذا عفرين وانا جن مركا اتيك به بوي ومركا لقاه ليدا اتيك ذا اسم فاعل وح ليدا بين غنفة اتاي اتي فهو اتي مركا اتيك ومفعولتي سيلا سوكالي مضارع لو ينقوم كتا من أتا سدا سوكا لو ينقوم كتا تكا سبها أهاته مضارع دان كود دينه قال وحوري عفريت الشيطان كمدا عدق خبيثة ومن الجن جينك كبدا أنا أنيقا أتيك كولا إمن به عرشه قبل أن تقوم إذا انت هذا بككع من مقامك مكان فردق آغا مكان جوغد دادا إسا هذا ككع مكان كأوليه وكفع وحوي وماشا حكم كإيه وعدك إيه دعوة أفريسه ومالي تقل لي كيه ظهر وشوغي مركا انت هذا كيه معناه وحين غصا عضي قادة المركا انت ماشا وفرلي او حكم دعوة علم او كوتشيرو ينكو كيه نقول لي ساعة قادة المركا ان انا اتيك انا اقول ايمن به عرشك قبل ان تقوم انت هذا من مقامك مكان جوغي دادا لفت هذا واني انقل عليه على حمله سوى حمباري ديسة لقوي في اوودانا حبانو لها امين ولبا امن بانا وحبك خيان مهالي وحيا الله بارك اسبكت بيسين marka waxa la yidhi nabi ilaah suleyman wuxuu yiri uridu ajalan minka wax ka degdeg badan baa rabaa buu qala wuxuu yiri alladi ninki indahu akisa ilmun ilmi wa min alkitab kutubta xaqeeda alkitabida jawaajin siyo kutubaha ninki wax ka yaqiino diintii rasuulsha iyo kutubaha ninki wax ka yaqiino gaar ahaan ismuul aadam ka yaqiinay wuxuu yiri ana aniga atiika kuula imanaya bihi arshigi قبل أن يرتد أنت عن الصون نقول إن إليك عجاج ضرفك إشارة بالكتير أنت إنك وصون نقول يعني مرك هذا الشتاء أكل فرصة مال نورته أنت هذا ولي إسكو صاقة من الأول إسكو صاقة منه أنت هذا مكتوب قرديني أنا كيني مرك وحي قال نبى لي علم كتاب كنيك وحال لي بنزة بن إسرائيل وهايو آسف بن برخ يا با يا لوب بدني يا مجيء ساسا صاقة لا اسم الله عدم كوي يقيني وحوي هدي الله الله كبري وألا أجيبني
marka dabcan di alla bariga ku keenayaayo waxa weeye intuu alla bariyo oo salaada tukado oo ilaahay bariyo ya marka sida loogu sahlay qala wuxuu yiri alladiki inda waqtisa ilmun ilmu waha min alkitab kutuba haqqa ilmu kulaha yaani ki kutubaha yaqiinay diintu yaqiinay wey ilaa mahfuz kama wuxuu yiri ninkaasi aniga atiika kuula imano ku keenay ee arshiga قبل أن يتدى أنت أن صان غنيل إليك حقاً درسك إشادة بالكتاب درسك حوية تحريك الأجفان وحرباه للأقلقات يا درس الليلة إشاد بالكتاب مركات إشاد كالفرطوات هل كار دورته أنت هذا ولي إسكسوا علين أنا كاسو قارتين بون فلما رأاه سليمان مركو أركي كرسي مستقر الحال أسوبيا عنده أكتيس قال بجود هذا كان تسخير تريا كرامدني من فضل ربي ربك يفضلك يسوي ونقوم من نيسي ليبلو محونا الله سلا إيويا للي يبلواني إنو امتحانه أشكر بلينا نكو شكريو أما أكفر منينا قالوا ذو النعمة ذاك قالوا قال لي امتحانيا إلا النعمة ذنبا امتحان بلا يوردن إنو امتحان مركا وحال لي هاي سيكا سوا هايو هادي كرسي ماشي بالله كاني لكن هذا اللب ذنبا قل يوحي لي للكو هو سيسا لسيوم مريم إلا هدينو نبي سليمان ماشي فديو كسوا بحاي قال ينوى حيله هو ذا لسوم مريض سدا صلى الله عليه وسلم تاسي يقولوا يا مركز سك السبها عاتين كرسي عرشي إسلام مرتيبه ولا صهر لين النبي موسى تسوي هذا بفرح يا مركز انت نبي سليمان والنبي سليمان أبيض وحوي قلبه ويكشره نبي موسى بضرب نقصان نقض يوم سدا سوي مركز عربي أن فلما رأه مستقرا عنده ذا ظرف بالي جاي ظرف مركز حالا دعه وحو قطع القوال لقوي وواجب لكن مرمر إلا مجياد عكرته مستقرا قل يروح إليه مستقرا في ذرف الحكوة على قجر كون مطلق أهاية فهو مستقر خاص ومردق بهلك ومردقاقين وقفهما مركوا صحوا نبي الله سليمان فلما رأى مركو سليمان أركه عرشه مستقرا إتبع الصغن عنده أبتس قال وحجره هذا كان من فضل ربي ربك فضلك سي إيا عضيدي سيي ويان وجدد له حوالي اللي يبلواني إنه امتحانه أشكر بلنا شكريه أما أفر أن قالوا بالنعمة ذاك قالوا ومن شكر قفتي اللهم هذه أكو شكريه فإنما يشكره وهو شكريه لنفسي نفسي سنف عقاد أمو شكريه إذن أحضاء مصر الله أمبعنا شكري جيسا ومن كفر قفتي قالوا بالنعمة ذاك شكريه وين فإن الرب ربك غني وكم مرمى شكري جيسا الله أمبعنا قال لي ماذا سنو حبيه للميسو كريم ودقسيه عقابته ودبلغ الله سبحانه وتعالى وحوية ذاتك قارب وشرفتي وحوية سيئة مالك معناه وحوية وحي تلمامي سحديثك النبي أها هذات كلهم أضوضاهتان على على أطقاء قلبك الجلي ننك أغود تقوى بذن قبيه هانتي بهداداتان جن إيا إنسي كلها هداي ستة كتار وكأغود عبد النبي محمد ميران نغتان وحبا ملكيه ديدي كسياد الميسان كل جن هذا على أفكار قلبي في جلين شيطان ميرا هذا نقطان وحبي قط وحبي يلي مساو أيده واسبة والبجر مركب فين ما يشكره ومن شكر قف في شكره فين ما يشكره والشكر يلي لنفسه نفسي سوى حترك هذا الشكر عيد وحتر الملك ومن كفر قف في قال وبن فين ربي غني عن شكري الله وكم مر ما شكر جيسا ومبا أنا كريم وأنا دخس الله وقال لماذا لفت هذا لقيا بينه غض القاتو عرشك ماشي يلا قال وحول النبي الله سليمان نكروا اسبدل كسمية نكرا يعني وحل قرنوا يكدقوا نكرا ذو حوين وحن صمد الله يكدقوا صمد كثير تروا ايكو قرن ايسو نكروا نكرايا وحل قرنوا يكدق الله ايضا نكرايا عرشها عرشك هذه ننظر بلا نيقنو اتهتدي اني كهن انتو او اي قرتينو عرشك هذه ام تكونوا اني كمن نقط من الذين كوا لا يهتدون عن كهن انين على لي سبب كعرشك لونا كرينا يلو بدلي وحيكون عن جين كيبا واحد في كرين قبلنا وحال لي هو يدي جين بيهد بال لي أبهد مقورسين بقر بوها عن قورسين مركبوا هو سيروها نم بقرة وقبلها الددكو حاسس كددك ليه الله كينو يوها مركا غير الدرتات بودي انت نكاسو يويدين لها مقورسين نم بي مالين سنين جين او يميدو ay sheekaysteen jinaana una u garanay wuxuu yiri maxaa la guursan wayay wuxuu yiri ninkaas ha gabadha iga qaado saasaan yeelay uma adkaysan karo
أنا كو قرنتونا كاتا منين مركا وحالا ليهاي قبرنا سوء قريبال قبرنا سعادة شيء مركا جينك إيو إنسيقونا واسورة قال وصاريكو في الأموالي والأولادي واكيل لقري جينك يشيدان كاللوذاك واكيل لقري عرورة يكون للوذاك وعاكل لم يدمثن إنسان قبلهم ولا جانب قبرنا جيني يستطونا طابنين مركا واسورة قال بالي إني كلا قرسدان أدبي سورة قالوا تالي مركا وحيدا دين هذين إنكانوا قبرنا وقرسدوه arurta ay soo dhalaan waligood way rafkumayaan xoroobi mayn marka gabadhiiba waxay ku jiraa waa gabadh aqal xun bay ku yiraahdeen oo laga aqal badan yahay marka aqligeedu bal eegay mid kale waxay ku yiraahdeen lugahana waxay ku leedahay timo ee lugahana qof dameero kale bay wagiin wax taasina ku jiraa waa ku sarxiga sameyn doon inta meel sida guri loogu aqdigo qururad biyana hoos la mariyo kaloon lugu ridaa leeyahay soomaal baa leeyahay si loo arko marka qof dumar rimadii kuma aragay shaash buu lahaa timaheedu marka noorad baa laga jari doona taa fuuri nakiru umma kiray u bedela isbedel ku sameeyay la yada cabsaha nanzur aan eegno ataata diinay ku hanunto cabsigeedii ahaan u garato amta kun inaa tumina ladina ku la yahtiduna aan hanunina wax garan falamma jaad markay timid qila wuxuu dhahay hakada sida miyu aha cabsuka cabsigaagi cabsuka ma sidan u aha قال ذو حيث كأنه يسوه هو وابيسكي بعد مدابك معناه يتبدل بالبوس ما يحل عليه ماشي يد جذود نيل جوهر باكو شرحنا ماشي جذود نيل بورا لقب بدلي ماشي عدد ملو بالقب بدلي حق هري حق دم ولا استبم مري وحوك شيء ما كان وعيت لي سقي من بابد مدا مركب جبرد عقل يبو قلاده ما ينده العرش جاي من مية هاي سيدا ما هو كابينه مركب وعي جرتين وعرش جاي هذا نوع حي لا يعرف ماشي لقى كاني فوجي ده يسيدا يوب ما يلاتي marka ma ayna go'aaminin inuu carshigeedii yahay waddan meesha laga keenay ba meel fuga inuu carshigeedii yahay ma go'aaminin oo carshigeedii buu weeyahay bayti kaano wuu isagii baabad moodaabay isagii buu weeyahay falamma jaad markay timid qila ma waxa lagu yiri ahkada sida miyuu aha carshuka carshugaadu sida miyuu ka qaladu haytiri kaanahu kan waxaad moodaa huwa carshigeedii inuu yahay baad moodaa marka nabi suleyman baa wuxuu wuu tiina waan la siiyay al ilm ilm min qablaha ustaad intayna iyadu nooba iman yaa wax dhici oo doono oo dhana loo sheegay inay muslimtay oo hoggaansamayso isbiibayso awl baana loo sheegay horeba cilmigana loo siiyay wakunna waxaanu ahayn muslimiina muslimiin baanu ahayn marka iyadu gaal ahayd anagu muslimiin baanu ahayn marka macnaha cibaarada ee waxaa yidhi dad la joogay nabi suleymaanna waa la yidhi nabi suleymaan baa yidhi waa la yidhi marka nabi suleymaan inuu yidhi bay ku daynayn uu tiina waana la siiyay العلم أجان هي علم هي حكمة من قبل هاي ضرتين أنت على نائما نبا يا سيد النقل هي وحي يلي دون طي بحوش وما شيء مري دون طي أنا لا شيء وكنا مسلمين مسلمين نوان معهم وسدها وحاهر جوك سدي عن الحق حق وحاهر جوك سدي ما الذي في كان ذي تعبد في عبد من دون الله ألا غيرك إن أيده كان ذو حيث من قوم كافرين وقال قال كافرين كل حكر تيوم وحي عابدي جبتي بحق كور جوكسري مكا عرابتا عن الله هاي وما ذا سدد عن فاعل وقال لغي مفعول وحي تعلقي لغهر جوكسري وين قدقوا أي هاي سدها قبرنا وحا كور جوكسري عن الحق حقي وحا كور جوكسري ما شيء كانت أي هاي تعبدك في عابده ومن دون الله إلا غيرك maxay yelinna ayadu kaana waxay ka mid ahayn min qoomi kaafireena qol gaala ay ka mid ahayn oo gaalay ku dhex kortay waxa weeye qof waliba bay'ada uu ku karo iyo fikradeeda qaadan waxa marka la yiri marka la leeyahay dadka de islaamka isku meel ha dhagaan waxa weeye dadka la degtay horta ugu yaraan caruurtii way ka raacin way dadka la degtay caruurtii way ka raacaysaa way adigu hadaadba dadbaado dabcaan waa badu qaadan markay ogaatay cabsigeed inuu yahayna way ogaatay معجزاتي هو أعرف قيل وحال قيري لا قم الجوز خلي قال الصرحة دار تنقل بالقير فلما رأت مركة أعرفتي صرحي يبدي سوي كشري حسبت وحال ما ليس لجة موجود بيوم ليس لجة وبيها بلا وكشفت وي فيدي عن ساقي هلا وذي تدلنا وي فيدي جنكا وحال قيري هذا قبرنا اللغة هاي تما كل هاي دبا يا هاي مركة دمني ويا سلمان وحيد أنا وان أمرنا اللغة هذا مرد كفاي دين سيدانو أركا داروين بيد سيدانو قرورات كسميسن عقد جادين وحكي جادين جدي هيدي شمينتو بحش قرورات بيكدي جاي وحوي لا لوي بيكسميه
hoosana biyay kaga shugan marka kaloon iyo raah iyo wax noocaasna way ku sii dhaxdaayeen marka nabi suleyman halkaas ka kursi loo dhigay albaabka ka soo galba leeyahay marka albaabkiina waa qururada goglan oo biyo ka hooseeya marka mawjad bay moodaysa marka deema diidi karto amarkii dib uma noqon karto markaas ay maradi iyo sidaa uga fayday dhudhumihi marka waxa weeye inay doodan u qurux badan tahay nabi suleyman arkay baa leeyahay aan marka waa marka loo sheegayo la leeyahay waa meel la suubaaneeyay waxba dhibaato ma laha iska soo mad baa la leeyahay marka way soo maraysaa sidaas oo kale qiila waxaa lagu yiri udkhuli gal asfar hadaartan dhisan gal oo hoosteedana biyaha la marsiiyey falamaa raadhu sarxigii markay aragtay iyo biyihii hoos socday oo quruurada dusha lagaga goglay xasibadu waxay u malaysay lujatan mawjad bay u malaysay biyo fara badan yay u malaysay wakashafat way fayda casaaqayha labadeedii dhudhuma marka inay dhar qabtay baad garanaysaa oo asurayd dhudhumadeedu asurnaayeen qaala wuxuu nabi suleyman innahu biyahan aad arkaysay sharxun waa dhismo mumaradun la suubaaneeyey oo min qawaariira quruurada ah weyn waa dhismo quruura lagu suubaaneeyo malaasan weyn oo biyihiina hoosta ka soconayaan innahu waxaan aad arkaysay sharxun dhis weeye dhis mumaradun la suubaaneeyey oo min qawaariira quruurada ah ee biyo ma aha iyuu hoosay jiraan qaaladu waxay tihi rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey intaan gaalnimada iyo waxaa ku jiray waa salamtu waan hogaansamay maca sulaymaano sulaymaan miciisa lilaahi allaan hogaansamay rabbi alcaalamiin waxaa la yidhi gabadhii balkiisaahi nabiyullaahi sulaymaan wuu guursaday baa la yidhi nabiyullahi sulaymaan wax xaasas badan buu ahaa 300 gabdhood oo nikaax ah iyo 700 gabdhood oo suriya ah ama milku yamiina buu yaa u joogay oo uu nabigu haystay gabadhan marka uu ku daray melikadeedii marka waxaa la leeyahay boqortooyadeedii milkiyadeedii kama qaadin yamanteedii bay degtay isna shaam buu joogaa marka dee dabayl baa gaadiid fiican buu haystaa dabayl buu yuusuf fuulayaa waa u imanayaa bishiiba 3 habeen buu la joogi baa leeyahay gabadhii marka waa suuragal da inay caruur dhasho laakiin hawsheedii halkaasay ku gabagaboobaysa qaalad waxay tihi rabbi rabbigayow inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftaydii baan dulmiyey markaan gaala ah gaasha ahaa oo noocaas ahaa waa salamtu haddeer baan hogaansamay maca sulaymaan oo sulaymaan miciso diintiisaan la qabsaday lilaahi allaan hogaansamay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa gabadhii balqiisa ahayd halkaasuu qisadeedii iyay ku intootay gabadhaasuna gabadh carabay ahayd marka qisada waxaa laynoo soo hordhigay milkiyadii nabi muuse iyo sidii ugu milkiyadii nabi sulaymaan iyo sidii ugu xamdiyey iyo sidii ugu shukriyey iyo hawshii lasoo maray marka axkaam fara badanna waa laga qaadan sidaasoo kale nabi sulaymaan iyo balqiisa waa kuwa qiso kale waxa weeye waa qisadii nabiyullaahi saalix iyo ree tamuud marka carabtay tani u dabjeegdaayo nabi carabaha laga sheekaynaya marka qoladiinaan carabto nabiyullaahi maxamed la joogta carabtii hore sidaasay ahaan jirtay oo dhibaatadaasaa ku dhacday markay xaqii diideen idinna sidii oo kalaa tihiin macnuhu saasuu noqonaya walaqad arsalnaa waan dhifray ilaa tamuuda ree tamuud waxaan u diray akhaahum walaalkood saalixana maxaan la diray an icbudu llaha alla caabuda buu ku yidhi war alleh caabuda faidaa hum waaba iyagoo isla markiiba fariiqaani laba kooxooda yakhtasimuuna doodaya nabiyullaahi saalix degaankiisu wuxuu ahaa xijri meesha la yidhaahdo ama waadulquraa dhul aada u camiran buu ahaa bayna tabuuka bayna shaam walxijaaj dhulkaasuu ahaa halkaasay deganaayeen carab bayna ahayn asalkoodu carab bay ahayn marka reer tamuudna waa waxa weeye dadkii loo diray bay ahayn markii uu yimid ba dacwadii uu sheegay laba kooxood bay noqdeen atacalamuuna anna saalixan mursalun bay yidhahay waakii sidaa leeyihiin ma ogtihiin qoladiina muminiinta inay labada fira waa mumin qaar muminiin iyo qaar gaala marka inuu saalix mursal yahay maidinla tahay bay yidhahayn haa bay yidhahn waa rumay anagu waan beeninayay waxa u wato markiiba laba qolay noqdeen dood baaba dhex martayba walaqad arsalnaa waan diray ilaa tamuuda reer tamuud akhaahum walaalkood saalixana muxuu ku yidhi an icbuduu ey icbuduu anta mufasiraa la yidhaah icbuduu caabuda allaha alla caabuda keligii caabuda wey wax kale aan ku wadaajinina faidaahum waaba iyagoo isla markiiba fariiqaani laba kooxooda yakhtasimuuna doodaya qaala wuxuu ku yidhi yaa qowmi tolkayo lima tastacjiluuna maxaad u dadejisanaysaan ood u rabtaan bisayaati xumaanta iyo ciqaabta maxaad u rabtaan qabla alxasanati wanaagga ka hor waxa weeye wanaaggu maxaad u dambaysiiseen weeye wanaag oo aada marka hore iyagaa waxay leeyihiin yaa saalixu tinaa bimaa taciduna in kuntum min asaadiqiina bay yihiin haddaad waxaad sheegaysa uu run yahay
arwa waxa sheegaysa noo kanbayna marka madda kale waxay ku sheekaysanayaan ee hadii waxaan igu runtii taa cadaabku marka cadaabku yimaado yaan tooba keen doona maxaa tooba keenka aad u dibdhaynaysaan ma tooba keenka soo horo maristaan maxaa ciqaabta u rabtaan inay idin soo degdegto maxaa doonaysaan wi wanaag iyo khayrka in la soo horo mariyo la dabaayo sidaas oo kale qaal wuxuu yahay qowm qowmka lima tastaajiluna maxaa u dadajisanaysaan bisayaati xumaanta qabla alxasanati wanaag yani ciqaabta maxaa u rabtaan oo u dadajinaysaan qabla alsayaati tooba keenka iyo taqwada ka hor لولا تستغفرون الله هلا تستغفرون الله لما تغفر هذا لبتان لولا تحضيض بالي وعنانو هلا تستغفرون الله لما تغفر هذا لبتان لعلكم ترحمون لكي ترحمون سيلي إذن كنا حريصو الله سبحانه وتعالى رحمة وحال لك قدونا استغفار داعوا لك قدونا ما استغفار ستان سي الله سبحانه وتعالى إذن كنا حريصو مع حمان تقول ربتان وين وحوي وعقل حمو حمان بيدونيا وناقين وزيدين إلى حمان تنوس الدجين روح أشياء يتكلم بكلين لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمونا في ليلين كنا حريصا خلوا عيدا لهم إذ بيرنا وابا أدني بيرهم بك أدنك أدني بيرهم وبمن معك هذه يدتك كل تراك أدني بيرهم قال وحور ضائركم مصيبة دين يعني أدست إيباسك إذن كنا عيا شري خير في الدنيا هذا عند الله ألا أكتي سوين بل أنتم إذن كنا إذن إذن أنقع قوم قوم باتين تفتنون الله امتحانا وعذاب قبل امتحانا يباسي سنباتين إذا كباسي ذن الكراون مركة الضيور كوحال إله ووحي عن أصحاب كبحسادال كبحسو المثل عربت وكالي شمبيرها قاركود سيد شمبيرت باسك اللي إله دو كالي إيو شمبيرا نوع عاسو كلا يو مركو ميلو سعود شمبيرت هذي كوهر بحضو دين عميدك ونافتو وخير بو وباسي يو إيغي خير بو أيو ليه هذي بيل هذا كمرتان حاجة دي سيبو كان قنو باسي سنين سيدا سو كلا inaga Soomaalida baasha gara nuugta la ila waa la baaseysa iyo dawacadu markay cilay shimbir la baaseysa jira marka baaseysigu waa wax aad shumi uu ka qaadan way marka nabu wuxuu leeyahay faaliga wanaagsan buu faaliga inaad khayr saadiso bilmetel jamaa xoog leh muuminiina hadaad u timado Alla kugu soo beego waa khayr khayr baad la kulantay kitaabka quraanka marka inta soo qaada aayad khayr sheegaysa ku soo baxdo waa khayr saadin wuxuu nabigu wuxuu leeyahay waxa shumi kaliya mudan ninku xaaskiisa haduu xaas baas yahay inuu inu baasay sawaa suragal gaajidka oo kale daartu degan yahay dig daris xun leeyahay waxa waa la baasaysan karo ruuxan waa wax baas waa la dhigi karaa laakiin ashyada sideeda looma baasaysan karo wax baas oo taama jiro wax qadarka Alla wax ka tari karaana ma jiraa qaaluhu waxay idhay idayna waan baasaysanay bika adiga abaar baa ku dhacdaa leeyahay markuu nabigu u yimid abaar iyo wax badan ku dhaceen idayna bika waan baasaysanay waaba ku eednay iyo bima macalka dadka kula jira muuminiinta aad ku sheegayso قالوا في ضائركم باسكين يعني واحد إن كل عاية هدو شرية هدو خير يابع عند الله ألا أكي سويان يعني كما بل أنك إما إذين إذين وباس ما إهي أنتم إذيكا قوم قوم تفتنون الله في دنيني وعذاب كل عاية والله امتحاني وكان وحاءه وحاءه في المدينة مقالة الحجري تسعة رهد سقال نفر يفسدون فسادين في الأرض للك فسادين ولا يصلحون أن وحبوا نادين وقال هذا سعجر بي أهيدون والسقال قفوين وهو يسقال قف مقعيو هذا سيابا ذنبا يوشاقان وحبه مباهلين سقال لنو باس بي أهاي مالك يو يكهر هلاك سمي الدونان قوم كوضا ويكهر هلاك سمي الدونان وهاك مدى سقال كان إنك قداد بن سالف الأولين شروع هشا قورعي وانا سقال كا قامي إن هشا لقورعو اللي جديله وكان وحاء في المدينة مقالة الحجري تسعة رهد بقول سقال نفوس أما سقال فروح يفسدون فسادية في الأرض أرضا فسادين ولا يصلحون وحيابين فساد كذا وحكم ذها إسكو دردر إيه إسكو هركان إيه وحديل إيه سدا سوكله فساد كذا وحكم ذها بل إليه العدس الذهب فيه في الضدع يجو بنشرين وتتشرين سل العدس أبقي من دعضه يا كم ذها بل نقول ليه إلا العدس إلا قيمة كذا إلا مرة له العدس رد فال سدا سوكله وحرام فال إلا صوت سمعيه العدس كلي قيمة كذا يصير سدا سوكله marka walaa isulxuuna baa lagu arkay ilaa dad mufsidiinta qaar kood islaax bay yaa waxooga islaax waa laga heli karaa iyagu walaa isulxuuna baa leh haba islaax waa shar maxda ee mid kale carabi ahaan marka leh 9 waxa la yiraahdaa cadadka 10 iyo wixii ka hooseeya jamac baa lagu tumay ziyada la yiraahdaa meesha raaxay ma jamac ma marka macnaheey jamac ka tahay 9 ashkhaas weyn waa 9 shakhsi yaa la leeyahay qaaluhu waxa yiraahdaa 9 ka shakhsi taqaasamu isu dhaarta
بالله الله يسكن دارته يجيب أسكوله لأنه بيتنه إنا عوامرين صالح وأهله غير فيسا ثم لا نقول أن عندها إنه لوليه قرابته سأقولها إنه ما شهدنا ما أننا حاضرين مهلك أهله أهل كيسة صالح أهل كيسة هلا كيسة ما أننا حاضرين وإنا نقول لصادقون هم باشيئين بي الله دي معنى أمركي نبي الله صالح أيره تمتع في داركم ثلاثة أيام صدح مع الموت بعد في كهر ليه صدح ذا مع الموت يسقال كان يسكحيسين وحي لهنه أنك أدله مركا وحي لهنه هذي ودي سنتي تهو النبي هين يعني سجن مرتينو اسكوه ريسين هذي بنتي تهينا أنا بالك مرين هالشي شاكت ضبطكو بي لهنه مركا ويسول لهنه تقاسمو ذا مركا وحلقي يامين يتهسع له أمر تقاسمو اسول لهنه أنا اسول لهنه معنى وعكرا لقي يامين الماضي تهي تقاسمو ويسول لهنه مركا حالي لقن في محلي ناس من حال قالوا وحيدا تقاسموا متقاسمين يبغوا يسقون نار بالله الله يسقون نار بركا أمر كارثون ولو بدين قالوا وحيدا تقاسموا يسقون نار يجي واحد حضور إسلام بالله الله يسقون نار لأنه بيتنه إن هبين مرينا صالح يسقي واله غير كي سبع ثم الله نقول لنا أن أرندون أن راهن اللي ولي قرابة ما شهدنا ما أنا حاضرين مالك أهله أهل كي سهلاقي سوينا نقول للصادقون هم باشيرين ومكروا وخيانة سمين مكرا خيانة سمين ومكرنا أن نوان كأبا المرين خيانة دي مكرا كأبا المرين يعني خيانة دي باوح أردق ما يلقى أبا المرين ومن يقول لا يشعرون مؤقين خيانة دي وحاسين وكل عدون مؤقين وحال لي يشتغال كويس رعين هبين نبي النبي الله صالح يأي أكتغين مركا هبين نبي إني جدلان ماشي مركا يتغين قبي باكد مي أما ملايك بعدك عانك لدسو ماشي كبر برسي waagi markuu bariyay waa la waayay nimankii la niman waaweyn bay ahaan oo la yaqaanay waa la waayay waa la gaadiyo nimankii mayda oo gurigi saalax ag yaalla loo tagay saalax bay qabsadeen oo waxay yiraahdeen adiga laayay ma layni buu waa ku dilaynaa bay yiraahdeen qaraabadii si ba saalax u timid oo waxay yiraahdeen ma dili kartaan ma taaban kartaan bay yiraahdeen marka saalax wuxuu ku tagay 4000 baa raacday baa layay oo halkii buu ku nabad galay wamakaru wakiyana sameeyeen مكر خيانة سمين ومكرنا أننا وان عقابنا مكر قادمان كعقنا بمكرهم يعني عاقبنا بمكرهم مكرا مكر وهم يقولون لا يشعرون مؤقين مكر قادمان أنه أدبرهم كعقابين مؤقين فانظر إيك بؤال ليه سبحانه وتعالى كيف سيدي كان يا هاتي عاقبة مكرهم خيانة ذو عربتي سي نقطي ومحي نقطي أننا دمرناهم وان هلاقني iyagii qoomum tolkood baa jumeeyna dhamaanta qoomka markaa ka dambeeyay qoomka cadaabkii caadiga ahaa sayxadii baa ku dhacday iyaguna qoomka ka hortibay baa halaagsameen baa Allah wuxuu leeyahay fadlure kayfa siday kaana haa caaqibatu makrim khiyaanadooda caaqibadeen anna damarna waasal ciqaabti anna anagu damarna waan halaagnay iyagii qoomum tolkood baa jumeeyna dhamaanta fasilka taa hijri ku taalay waadil qura quyutum guriyoodi way khaawiyatan xalaay madantaan cudba deganay dimaada lama bisaway dulmihin dulmigay sabayeen dawadi bi guriyoodi la mateen markii tabuka nabigu ku socday guriyoodi baa la arko biyihi laga dhaansaday daadiyini nabigu waxa weeye ina dhaafiyiri idinkoo digri iyo allah u khushuucaya oo ooyay ina dhaafiyiri nabigu calayhi salaatu wasalaam fatilka taatibu yutum guriyoodi way qaweesan xalay ma la tabay wa dalmo dulmigay sabayeen dartii inna fi dalika arinta waxa ku sugan قصدة نبي الله الصالح يقوم في سوء عكس الآية دليل معجزات لقوم قوم يعلمون وحقرانه قفك يعني علم أسقنا ده وحقرانه وتاريخه يقانه والرسوش الدين تدير هميين ويكون عبر قادنا يعني ذاتك أنت حق الدين الله سبحانه وتعالى سيدا نبك يرلوها لاقي إن في ذلك الآية دليل باقص وآية أرد نما لقوم يعلمون وأن جينا وأن نبدأ للنبو قال لي سبحانه وتعالى الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي هو كانوا هذي يتقون فو الله ذاك بقر وعلى النبي الصالح وحر هذي أفر كونهم مؤمنين مركا واحد تقال حضر موت بيت تقال ما يسان هذا حضر موت لو يقانه معنى هو حوي حضر وماتوا نبي الله صالح مركو ما يشاء تائي ستا قيبوا للتن حضر وماتوا حضر موت مركا مؤمنين تي لسو عتبا مقالة حضورا ليلة دبعا تاريخ ذا هذا وي تبتاي يماشي كردسين وهل كاسي الدقين وان جينا وان نبت قال الذين كانوا يؤمنون مؤمنين وكانوا هذا يتقون كوا بقيه
ولودا وارسلنا لودا لودا وان بكي وقال لي نبي الله لود نبي إبراهيم في العراق تصور راعي وقال لي لود بن هاران بن آزرون فأمن الله لود وقال إني مهاجر إلى ربي لود بار راعي سارا راعي مرك شام مرك يبادر ما نبي قوني الله قد نبي نبي الله لود أرسلنا لودا بان درين إذ وقت بان درين قال أكوير القوم التركي لمن كي سجوا مدى قناة أتأتون الفاحشة فاحشة حد كم أحد من الله إيمان إنسان وأنتم بذكر تبصرون أد أكتين إن فاحشة وأنتم بذكر تبصرون أد سرك إنسان ما كلا قرتن كريم بالي وحوي هرتون وحوي فاحشة أصل وفاحشة عالم كأيجا أبهرت ما سبقكم بها من أحد من العالمين حتى حويالك وحوي رجع أو إسفولون وهو إنك الله فتادنا يقولي ذو الإسوس استعمالهم وهو حاسوك لهم ما كوا فاحشة الله يابلون عربي قال لواد بالي marka waxa way faaxisho tubsiruna dad waxa way idinkoo og inay faaxisho tahay Allah imanaysan inay faaxisho tahay inay ogin waxad ku garan nabi lud baa waxay ku eedeenayaan inuu munasiyo tataharun wa wadad nadiifa oo xumaanta ila la galeen bayriin oo inaga yaqiisanaya bayraan inay xumaanta garanayaan id waqti baan lud dhigay qaal li qoomi ku yiraa taatuna al faahishata faahishada ma la meelsa wa faahishatu li wa ragu raga fuulaw وأنتم بذكر تبصرون أد أكتهين أن هذا فاحشة إنو يهي أينكم بذكر لتأتون الرجال من رقا دبدا أقدت قيسان شهوة حيثين ضبطين من دون النساء هوينك غيكوت يعني من ترك النساء انت هوينك كتكتان هوينك يرقي الله سبحانه وتعالى سبوت لك لينه وذا النغمان انت أدسكت ديسان ميض حقا رقا أقول الله حتى ينبالي أتأتون أينكم بذكر لتأتون الرجال من رقا أقدت قيسان على أدبارهم شهوة الحسين ضرطين أترجح حسين إسان من دون النساء هوينك إذنكو كتغي بل إنكار بعض قبطانا أنتم إذنكو قوم قوم باتين تجعلون إسكا جاهليالي يعني حق إلا إذن شاقب إسكا جاهليالي إسان وإذن كل رغمين وإذن يالين أنتم قوم تجهلون باتين معي جوابتين نقطي واحد إلى هذين خيالو لودي يقوم في ساين مقالة كسارو وابدد يعني الظهيرانو اسنا دي سنة يوئنا قيق يسنا يبيلاني والله سبحانه وتعالى